اهلا وجود مورنينج جايز. اختبار ايلتس صعب، اختبار ايلتس معقد، اختبار ايلتس يعتمد على الحظ، يعتمد على تكنيك معين. نسمع اشياء زي كذا، نسمع اشياء سلبيه وهميه. اتس نوت ترو. ليش؟ ايش السبب؟ السبب انه عندنا ثلاثه اعمده في اختبار ايلتس، ومعظم الشعب ومعظم الناس يلخبطوا بين هالثلاثه اعمده، يركز على حاجه يسيب الاثنين، يختبر مره مرتين. اعمده، ثلاث أعمدة تعتمد عليها درجتك في اختبار آيلتس. إذا أتقنت هذه الثلاث أعمدة وذاكرت بطريقة متزنة، أمورك حتكون جدا تمام، وإذا العكس الأمور حتكون جدا سيئة. نتكلم على أول عمود اللي هو المهارات في اللغة، درجتك معتمدة عليها. إذا مهاراتك سيئة أو مستواك ضعيف في اللغة، ما عندك مهارات. لما أقول مهارات اللغة ومستواك في اللغة، مو قصدي فوكابلري، مو قصدي جرامر، لانه ايلتس ما بيهتم بالفوكابلري او اترجم لي هذه الكلمه واشرح القاعده، لا، تطبيقي اكثر، يركز على المحادثه. لما تتكلم في السبيكينج يبغاك تتكلم بشكل طلق وفلوينت لمده فتره طويله. في قسم الكتابه يبغاك تكتب 400 كلمه في ساعه واحده، فيبغاك تستخدم اللغه بشكل واقعي، مو جمله واحده تكتبها بدون اخطاء. عادي تكون اخطاء، لكن يبغى انك تكتب فعلا. فبركز على المهارات الاربع: استماع، قراءه، كتابه، محادثه. فهذا اول عمود لازم تركز عليه. لازم مثلا للتطوير مهارة الاستماع تسمع، للقراءة تقرأ أكثر روايات، خصوصا في الكتابة تكتب كتابة حرة، في المحادثة تتكلم مع نفسك يوميا ذاتيا، just practice talk. أسأل نفسك سؤال كذا مطول زي إيش هواياتي، وتكلم عليها دقيقة دقيقتين. نيجي نتكلم عن العمود الثاني اللي هي التكنيكات، اللي هي باختصار طرق حل مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها، خاصة باختبار الآيلتس. مثلا في الاستماع عندك الجمل الانتقالية، عندك انك كيف تحدد الكيوردز. في قسم القراءة عندك تكنيك اتحاد، حاجة تمام مختلفة. في قسم الكتاب عندك القوالب. قسم المحادثة مثلا عندك الأسئلة المتوقعة. هذه أشياء خاصة تذاكرها خصوصا اختبار آيلتس عشان تجيب درجة أعلى بكثير من إذا ما عندك تكنيكات. العمود الثالث في الآيلتس هي الاختبارات التجريبية. قد ما اختبرت اختبارات تجريبية، قد ما تعودت على السيستم، المخ حقك تعود على طول الاختبار، على التركيز الغير طبيعي المفروض تعطيه. تكلم عن التكنيكات، حتى لو عندك افضل التكنيكات، زي كأنه اول يوم في حياتك اشتريت سيارة، طوال حياتك قاعد تروح في المكتب في الجامعة بدراجة، فاول مرة قاعد تركب سيارة، هل تتوقع من اول يوم راح تسوقها كويس؟ هذا بالضبط نفس فكرة انك تاخذ التكنيكة وتشوف عبد الرحمن يشرحها فيديوهين وتدخل اختبار، اكيد ما حينفع، اكيد حتخبص في البداية، او حتى التكنيك السيارة ممكن ما تعرف تسوقها اصلا وتكون ابطأ من الدراجة. لما تتعود عليه، لما تتعود على طريقة السواقة، بعدين تصير أسرع وتعرف فعلا السيارة أسرع بكثير من الدراجة. نفس فكرة التكنيكات والممارسة، تكنيكات بدون ممارسة ما لها أي فائدة. أبغاك ترجع وتشوف الكلام اللي بديته في اليوم، إيش اللي قلته في البداية؟ نسمع الآيلتس معقد ليش؟ إذا تدخل اختبار بدون تكنيكات، بدون ممارسة، لغتك ضعيفة، أكيد حتخبص. أصلا الاختبار يتطلب هذه الثلاث أشياء. أو مثلا إذا رحت معهد، إذا أنت مبتعث وسنة كاملة قاعد تدرس جرامر وفوكابلري وأشياء في المعهد، ودخلت الاختبار حتى لو أنت في بلد الابتعاث في أمريكا في بريطانيا، بعد سنة كاملة حتكون معلق على 5.5، واضحة جدا، ما تدربت، ما تعرف التكنيكات. ومرة ثانية، بعض الناس متابعين السناب، يعني البعض يجلس متابع السناب كل يوم لكن ما يتدرب، ما يطور لغته على أرض الواقع، وبالتالي عارف تكنيكات مرة كويس، عارف كل تكنيك أقولها، لكن يدخل اختبار درجة 5. ليش؟ لأن لغة ما ركز على المهارات، ما اختبرت اختبارات تجريبية. تلاحظوا التجارب اللي اليوم نشرتها قبل شوية، إيش فكرتها؟ كلهم شباب ركزوا على هذه الثلاث أجزاء، ويقول عبد الرحمن ترى الآيلتس مرة واضح، مرة سهل، مرة بسيط. إذا أنت عرفت هذه الأشياء، لما تشوف الشخص يختبر 3-4-5-6 مرات، أنا automatically أعرف إنه هذا الشخص عنده لخبطة في هذه الثلاث أعمدة. وهذه الثلاث أعمدة هي خلاصة معاناة 3 سنوات، عشان أقول لكم هي في مكان واحد. أنا ما كنت أعرف إنه لازم تشتغل على ثلاث أشياء في نفس الوقت عشان تجيب الدرجة في أسرع وقت، لأنه هذه أسرع وقت، وأنتوا عندكم الخلاصة اللي هي هذه الثلاث أعمدة. ركز عليها. التكنيكات من فين تلاقيها؟ موجودة في القناة على اليوتيوب. كيف تطور لغتك تكلمت عليها، موجودة في القناة على اليوتيوب. كيف تتدرب، عندك المواقع، عندك كتب كامبريدج أو عندك المواقع، مرة ثانية تكلمت عليها في اليوتيوب. فكل المصادر هذا عبارة عن زي كيف تذاكر الآيلتس بشكل جدا مختصر، بشكل جدا سريع، وتجيب الدرجة في أسرع وقت. راح يبدأ القهر اللي عندي عبد الرحمن
ليش نسبك ليش انا ماني عارف كيف ابدا، انا متشتت. الموضوع مره بسيط، ثلاث اشياء قسمها كل اسبوع، خد اسبوع واحد ركز على مهاره واحده للاستماع، وقسم هذه الثلاث اعمده، ثلاث ايام لتطوير الاستماع، يوم واحد للتكنيكات شوف في فيديوهاتي، ثلاث ايام الاخيره للاختبارات التجريبيه. خلصت الاسبوع 3-1-3، هذا الاسبوع سوي في الاستماع، بعدين سوي قراءه، بعدين كتابه، بعدين محادثة. خلصت كذا بديت كذا، بديت طريقة مرتبة، خلاصة تجارب، مو تجربتي أنا، تجربة الألف وفوق 5000 شخص اللي وصل الدرجة الحمد لله خلال 3 سنوات الماضية من خلال حسابي، من خلال المحتوى اللي قاعد أقدمه.